السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، عواشركم مبروكة ورمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم هذا الشهر بالصحة والهنا وراحة البال واش ما تمنيتو. رجعت لكم فيديو جديد وبواحد النصيحة جد مهمة، واحد المشكل اللي كيعانيو منه بزاف ديال النساء بالأخص في فصل الصيف، وهو تسوس ديال البقوليات والقطنيات والدقيق والسميد والمعجنات بجميع انواعها. يعني هذا المشكل هذا بزاف النساء كيعانيو منه، وهاد التجربه هذه اللي غنقول لكم البنات رانا تنديرها السنين هذه، وقلت نتقاسمها معكم لكاينين النساء اللي باقيين ما عارفينهاش، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. بغيت نتقاسم معكم حتى طريقتي كيفاش كذلك كننظم وكنحضر هاد القطنيات للشهر الفضيل اللي تهمو الامر. وبغيت تعرف على هاد الفكره وبهاد المكونين السحريين اللي كينقدونا وكيخليو القطنيات ديالنا بحال يلاه شريناهم. يتابع الفيديو حتى الاخير وفرجه ممتعه. غندوز معكم لاول حاجه وهي طريقتي كيفاش كننظم هاد القطنيات هذه وهاد الاشياء هذه. بلا ما تقولوا البنات ضروري اننا خاصنا القرعه ديال الزجاج، لان الاستعمال اليومي والمتكرر واللي كاينين فيه بزاف ديال الاشخاص في البيت ما تيحتاجش تو الزجاج، لان حط ضروري ما كيتكسر وكتضيعوا لا في داكشي اللي شريتو لا في القرعه لا في كل شيء. يعني البنات ما فيها بس لان هادشي راه كلشي كيطيب وهادشي كلشي كيتغسل، يعني ما فيها بس الا حفظنا عليه. كذلك في العلب الجيده ديال البلاستيك محكمه الاغلاق بحال ما هادو مثلا، ولا شريو نتوما شي علب اخرين باشياء اخرى، ولا دوك الغاليين نتوما اختاروا اللي بغيتو. المهم انا غنوريكم غير طريقتي. اول حاجه البنات شنو ديروا، هادشي اللي كتحتاجوا مثلا الحريره بلا ما تبقاو كل نهار فين، نقي شويه الفول، نقي شويه العدس، نقي شويه هذه فين هي الشعريات، وقد دخو كل شيء شدوا هادشي نقيوه كما انا دايره دابا. لهادشي كامل البنات راه منقي هاد الفول هذا مثلا، شوفوا راه منقي مقد واجد، غير غتهزوه تغسلوه ديروه في الحريره ديالكم. العدس كذلك كلشي البنات هادشي اول حاجه غيتنقى ويدار في قاروره هكا ولا علبات اللي محكمه الاغلاق واللي جيدات. هذه هي الطريقه الاولى، وتحطوهم في واحد المكان حداكم موجود العدس والفول وهذيك الشعريه، تحطوهم في واحد المكان البنات اللي ضروري فيما بغيتو تنصبوا الحريره راهم واجدين، ما تبقاو لا الدخول لا حتى شي حاجه، تنظموهم في مكان بوحدهم. هذه اول حاجه. وثاني حاجه غندوزوا لهاد المكونين السحريين اللي موجودين في جميع البيوت، كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. المكون الاول اللي هو هاد الملحه هذه الحيه، الوالده ديالي اللي وراتني هاد النصيحه. الفلفل الاسود كذلك عند التجربه ديالي انا جربته البنات، صدقوني السنين هذه ما بقيتش كنعاني من هاد المشكل هذا. هاد الفول اللي غنوريكم هنا البنات هذا صدقوني البنات والله الا راه 4 شهور ولا اكثر، وهو لاحظوا بقى كيما هو. هذاك الشيء اللي كتشوفوا راه الحبوب ديال الابزار، من الاحسن ديروا ابزار حبوب، ما ديروش الا ما عندكمش ديروا هذا المطحون، والا عندكم من الاحسن. لاحظوا معايا البنات الفول ديالنا والله الا هذا الفول البنات الا 4 شهور وهو في هاد القاروره هذه. كان عندي كميه كثيره وكان في قاروره كبيره، وانا نرجعوا لكم في هاد الصغيره، هاد الشويه اللي بقى عندي خليته في هاد الصغيره باش نغسل هذيك الكبيره ندير فيها حوايج اخرى. ولاحظوا البنات والله ما تسوس ما حتى شي حاجه، هذا راه ماشي جديد البنات، ها هو جديد. ولكن الا بقى الفول عندكم غير مده ديال شهر راه كتلقاوه كله تسوس وهبط ديك الغبره لتحت البيضه. باش تعرفوا البنات انه قديم، لاحظوا معايا لتحت، لاحظوا معايا لتحت راه بقى راه ولا مهرس ولا داكشي صغير، يعني مع قوه الاستعمال كيبقى الفول يتكسر. هذه البنات راه صبرات معايا كما قلت لكم هذه المده ديال 4 اشهر. اشنو غديروا البنات مثلا الفول والعدس وكاع الاشياء اللي نتوما ممكن انها رائحه الابزار ما تاثرش عليها، اما الدقيق والسميده وداك الشيء غديروا ليهم الملحه الحيه. هاد الفول بحال ما هذا مثلا البنات كتاخذوه كتحلوا القاروره ديالكم بهذا الشكل هذا، نتمنى يكون واضح لكم، كتحلوها بهذا الشكل هذا، كتجيبوا لك واحد الكميه ديال الفلفل الاسود وكتوزعوها على الفول ديالكم بهذه الطريقه. هذه الرائحه ديال هاد الفلفل الاسود البنات ما كتخليش الحشرات تكون نهائيا، وكتحركوا القاروره ديالكم بحال ما هكا وكتخليو هاد الفلفل الاسود فيها فين ما بغيتو تهزو، كتهزو داك الشيء ديال الفلفل الاسود كترجعوه، وراه ما تيخسرش البنات هاد الابزار نهائيا. واخا تخوى هاد القاروره هادي من هاد الفول هذا بغيتو ديروا فيها فول اخر، ضروري هاد الابزار غتخليوه، ولا بغيتو تزيدو عليه زيدو عليه. يعني طريقه جيده ورائعه، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. مجربه سنين البنات، وداعا للتسوس ووداعا كاع دوك الحشرات اللي كنعانيو منهم. وهاد السميده والدقيقه البنات غتاخدو هاد الملحه الحيه وغادي ديروها وسط منها بحال ما هكا، ديروا جوجات ولا وحده بهاد الطريقه ودخلوها البنات فيها هاد الملحه الحيه. البنات تنقسم لكم بالله الا راها كتخلي هاد السميده وهاد الدقيق ما تيتسوس ما حتى شي حاجه،
رائعة ومجربة لمدة سنين، جربوها البنات وردوا عليا. كما قلت لكم الحاجة اللي ممكن انها تحمل الرائحة ديال الفلفل الاسود وما تغيرش ليها المذاق ديالها، وداك الشيء بحال مثلا العدس، الحمص، هاد الفول، كذلك حتى هادو، حتى المعجنات ديروا معهم الابزار، ما كتوقع لهم حتى شي حاجة. وبالنسبة للدقيق، حيت الابزار شوية الريحة ديالو مجهدة، كديروا هاد الملحة الحية. هذه هي النصيحة اللي بغيت نقدم لكم اليوم، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. واي حاجة عندكم البنات بغيتو تحافظوا عليها، الا وديروا معاها اللي كتقبل البزار، ديروا معاها الابزار حبوب، ولا ما عندكمش راه ممكن ديروا معلقه ديال الابزار المطحون وتخلطوا كذلك، غير هو شويه كيطلق ديك الحرور، الريحه مجهده بزاف داكشي اللي بغيتو تطيبوا. من الاحسن هاد الفلفل ديال الحبوب هذا اللي ما مطحونش. ولاحظوا معايا البنات حتى الطريقه، بغيت نذكركم بالحمص اللي صايبت معكم، الحمص اللي كان نجفه اللي كيبقى معنا لمده سنتين، ما تيخسر، ما تسوق عليه حتى شي حاجه البنات. انا دابا هذا ما غندير معاه حتى شي حاجه، غنديرو فقط في قاروره، هو بالاخص تيبغي قاروره، هذا زجاجيه عفوا. ديروها البنات، راه كيبقى سمعوا لي، راه هذا تترطبوها البنات غير مده ديال 5 دقائق صافي، وتتغسلوهم ديك الملحه، وها هو واجد لكم، وكيجي لذيذ وبنين، وكيوجد في وقت وجيز كيطيب. غنخلي يعني لكم الرابط ديال هذا الحمص اسفل الفيديو، اللي بغى يخوي المجمد ديالو ما يعمرش ليه بهذا الحمص هذا، واللي باقي ما داروش يديروا. المهم انا درته شحال هذه البنات، لانه كيبغي شويه تجف في الشمس، في الشمس واحد المده شويه. تنتمنى هاد النصائح البنات انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، ما عليكم الا بالملح الحيه والبزار حبوب، وغادي تفادوا نهائيا هاد الحشرات وما غيبقاوش معكم. والا عجبتكم هاد الحصه ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبالتعاليق ديالكم المحفزه والاكثر من رائعه، وكنشكركم بزاف 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 على المشاهده، وعواشركم مبروكه، والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المشاهده.